أندية أبطال الكؤوس وكأس الكؤوس الآسيوية كما تسمى في ذلك الوقت، الفوز ببطولتها في عام 2001. أنطو يحاول، الكرة تتخلص من حارس المرمى، تتخلص من المرمى، هدف، هدف من عبد الرحمن، هدف عبد الرحمن الخيبري، يأتي بالإكمال في هذه اللقطة وينجح ويؤكد أنه نجم كبير وأنه نجم الانتقال. فرحة من جايمي باتشيكو، والدقيقة 35 تشهد أول الأهداف بعد استحواذ وضغط ومحاولات، والشباب يتقدم في استاد الأمير فيصل بن فادي عبد العزيز. المحاولة الأولى كانت من جون أنطول في اللقطة، خلصها حارس المرمى بقدمه ألكسندر لوبانوف، هذه عادة للقطة، الكرة في العمق تماما، هو من تقدم بها في البداية عبد الرحمن الخيبري، ومرر الكرة جون أنطول وضعها سهلة، وهنا الدفاع خلصها بالشكل غير السليم لأن هناك عبد الرحمن الخيبري جاء ليتابع وجاء ليقتنص هذه الفرصة وجاء ليسجل أول أهداف الشباب. هدف في الدقيقة 35، هدف